وسنتناول هذا بالتفصيل مع الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد يعقوب. أهلا ومرحبا بك معنا إلى هذه التغطية أستاذ أحمد. إذن توقعات من صندوق النقد الدولي أن تصل معدلات نمو الاقتصاد المصري إلى 4.5% لعامي 24 و25، تعقيب حضرتك. حضرتك أستاذ سمر وأهلا مستدى مشاهدي إكسترا. أهلا يا فندم. هي طبعا تقرير صندوق النقد الدولي الصادر اليوم بعنوان Regional Economic Outlook أو تقرير آفاق اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وأسيا الوسطى، ده بيدي كل الأرقام التفصيلية المتعلقة بمعدلات النمو الاحتياطي من النقد الأجنبي، الانفليشن ريت أو معدل التضخم وزيادة الأسعار، كل ما يتعلق بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأسيا الوسطى. والحقيقة طبعا الفكرة الأساسية أن الايكونوميك اوتلوك او النظره المستقبليه لافاق الاقتصاد المصري هي ايجابيه بشهاده صندوق النقد الدولي، وانا لسه راجع من الولايات المتحده الامريكيه، كنت حاضر الاجتماعات السنويه للصندوق في العاصمه الامريكيه واشنطن. والحقيقه طبعا الفكره الاساسيه اللي بيتكلم عنها ان معدل النمو الاقتصاد المصري بيرتفع فوق مستوى 4% خلال السنوات المقبله، بدايه من العام المالي الحالي 2024-2025 وتدريجيا يصل الى 5% خلال اعوام قليله، وده معدل مهم جدا في وسط عالم يموج بالاضطرابات والتوترات الجيوسياسيه واتساع دوائر الصراع، وده الحقيقه بيشكل اعباء كبيره على كل اقتصادات العالم بلا استثناء والاقتصاد المصري، لان الاقتصاد المصري بيستضيف 9 ملايين ضيف على الأراضي المصرية، بالإضافة إلى أن كمان التوترات في منطقة الشرق الأوسط ومنطقة أو البحر الأحمر تحديدا، ده بيؤثر على الريفينيوز أو الإيرادات المتعلقة بقناة السويس. وبشهادة مدير عام صندوق النقد الدولي الحقيقة أنا سألتها في المؤتمر الصحفي أنها كانت بتقول أن التوقعات بانخفاض 70% في إيرادات قناة السويس، وبالتالي دي كلها تداعيات لدوائر الصراع في منطقة الشرق الأوسط على الاقتصاد المصري. في وسط هذا العالم من اللي بيموج بالتوترات والضبابيه، يعني ما حدش عارف بكره فيه ايه ولا المآلات بتاعه الاحداث دي كلها هتروح فين، لما بنشوف ان اهم مؤسسه ماليه في العالم اللي هي صندوق النقد الدولي هي في زياره مرتقبه لكريستالينا جورجييفا مدير عام صندوق النقد الدولي خلال الاسبوع المقبل للعاصمه القاهره، وهتشوف كل المؤشرات المتعلقه بالاقتصاد المصري. وسط هذا العالم في توقعات ايجابيه، في بوتنشال او طاقات كبيره لنمو الاقتصاد المصري. ليه؟ لان في تنوع مهم كان اشاد به صندوق النقد الدولي كمان بالنسبه لما حصل من تطور في البنيه التحتيه على مدار العشر سنوات الماضيه. انا عايز اقول لحضرتك بلغه الارقام استاذه سمر ان على مدار الفتره من 2014 وحتى 2024، يعني على مدار 10 سنوات، الدولة المصرية نفذت مشروعات بنية تحتية ومشروعات قومية ومشروعات للمدن الجديدة بقيمة 10 تريليونات جنيه، والتريليون هو 1000 مليار جنيه. المشروعات دي وفرت فرص عمل ما بين 5 إلى 6 ملايين فرصة عمل. وبالتالي بلغة الأرقام احنا بنتكلم على المشروعات الخاصة اللي بتنفذها الدولة المصرية وفرت فرص عمل كتير. طب إلى أي مدى هذه المشروعات الخاصة والقومية والكبيرة التي ساهمت في توفير فرص عمل تقدر بالملايين أستاذ أحمد شجعت المستثمر الأجنبي أيضا على الدخول في هذا المجال؟ أنا بشكر حضرتك على السؤال المهم ده. شكرا. كل ما يحدث في أي اقتصاد من إصلاحات اقتصادية هو بيستهدف بالأساس تمكين القطاع الخاص واتراكتنج فورين دايركت انفستمنت او جذب تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر. الدوله المصريه في العام الحالي 2024 نجحت في جذب تدفقات استثمار اجنبي مباشر بقيمه 46 مليار دولار، منها 35 مليار دولار من صفقه راس الحكمه، بالاضافه الى 11 مليار دولار من صفقات استثماريه اخرى. المعدل المتوقع خلال السنوات المقبله هو معدل سنوي 15 مليار دولار باجمالي على مدار 6 سنوات مقبلة وحتى عام 2030، 100 مليار دولار تدفقات استثمار أجنبي مباشر. تمكين القطاع الخاص هو أولوية لدى الحكومة المصرية، لأن تمكين القطاع الخاص ده بيعمل مشروعات شراكة ما بين الدولة والمشروعات الخاصة، بالإضافة إلى أن كمان ده بيدي فرص عمل، بيمنح زيادة في معدلات الإنتاجية
بالنسبة للسلع والخدمات، وبالتالي ده بيوفر معروض أكتر من السلع أو الخدمات، وبالتالي بيخفض أسعارها أو على الأقل بيعمل البرايس ستابيليتي أو استقرار الأسعار. لما بنقول إن قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة هو أولوية أمام الدولة المصرية خلال المرحلة المقبلة، مصر بتستهدف التحول إلى مركز إقليمي لإنتاج الطاقة النظيفة. والحقيقة أنا طول الوقت في العواصم العالمية المختلفة كلمة الطاقة الجديدة والمتجددة ومصر مركز إقليمي لإنتاج الطاقة على مائدة المناقشات في كل الأماكن في العالم. ليه؟ لأن بالفعل مصر عندها منتج أو مزيج الطاقة النظيفة، سواء الويند فارمز أو محطات طاقة الرياح والمحطات الطاقة الشمسية، نعم، محطات إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية، عندها اكتشافات حتى مثل اكتشاف حقل الغاز ظهر طبعا بكل تأكيد. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا على هذه المداخلة الأستاذ أحمد يعقوب الكاتب الصحفي. أشكرك شكرا جزيلا، أشكر موصول لحضراتكم مشاهدينا الكرام.